موضوعنا تربوي، رح نحكي أكثر عن فن الحوار أو فن التواصل بين الأهالي والأطفال. كلنا بنعرف أنه هذا الموضوع شيء كثير أساسي أنه نغرسه عند أطفالنا من عمر صغير لحتى تكون شيء عادة من عاداتهم وطباعهم وسلوكياتهم، ترافقهم إن كانت ببيوتهم أو مدارسهم أو بأي مكان بيكونوا موجودين فيه. أكيد كل هذا الشيء بيساهم بنشأة الطفل تنشئة وتربية نفسية صحيحة. لنحكي أكثر عن طرق وأساسيات الحوار اللي لازم اليوم نتبعه مع أطفالنا وشو هي الأخطاء الشائعة اللي ممكن تكون موجودة. خلونا ننتقل مباشرة لضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو، الاختصاصية التربوية نغم تربية. سعد صباحي. هلا، أهلا وسهلا فيكي. صباح المشاهدين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يعني دائما بنقول إنه الحوار سيد الموقف والعقل سيد الحكمة، وكثير يعني لحتى نحن الآباء ممكن يجهلوا هذا الموضوع، أهمية الحوار مع ابنائهم، قد ايه ممكن يساعدهم على تقويه شخصيتهم ويعزز لهم ثقتهم بنفسهم. اليوم خلينا هلا نركز باول فقرتنا عن اهميه الحوار بين الاباء وابنائهم. بالبدايه بدنا نحكي انه مفتاح العلاقات السليمه بين الاطفال والاباء او بين الزملاء بالعمل او حتى بالمدارس بين المعلم والطالب هو الحوار الصحيح السليم. القدرة دائما، القدرة على الحوار بتفتح آفاق كتير كبيرة للطفل لحتى يكون شخصيته، لحتى يقدر يفكر بطريقة صحيحة وحتى بطريقة منطقية، بصير بيحلل الأمور وبيفكر بطريقة صح. ثقافة الحوار، هي الثقافة هي عادة مكتسبة بنغرسها عند أطفالنا من هنا وصغار، بتكبر معهم لحتى تصير عادة من عاداتهم من سلوكياتهم من أسلوبهم. هي أسلوب حياة، المفترض أنه يكون هو شيء متبع وسائد بكل المجتمعات، لأنه هي ركن من أركان التفاهم والانسجام، حتى هو شيء أساسي بالتفاهم العائلي. منلاحظ أنه العائلات المتفاهمة معتمدة على الحوار السليم. طبعاً الحوار التفاهم أكيد ما بيكون 100%، لكن مجرد ما كان 80%، لأنه ما في اتفاق وجهات النظر بتكون 100%، فمجرد ما نحن تقبلنا الشخص الآخر، تقبلنا الرأي اللي هو طرحه، التفاهم بيناتنا، وصلنا لنتيجة صحيحة. ونحن بنفتقر للأسف بمجتمعنا هذا لهذا الشيء، للحوار الصحيح، لأنه كل حدا فينا بيعتبر أنه هو رأيه الصح وهو كلمته اللي لازم تمشي. والغلط الأكبر أنه نحن ما بنتنازل عن آرائنا، بنفكر أنه هذا الشيء ضعف بالشخصية، وهذا الشيء غلط. لا، بالعكس، أنا طالما عم بسمع الحوار، عم بتقبل، عم بحترم آراء الآخرين، هذا بكفي لحتى أنا أقدر أفهم الأشخاص الثانيين. كيف إذا كان بالتعامل مع الأطفال؟ هذا شيء كتير مهم وضروري من أول ما بيبدأ الطفل يوعى بحياته. تمام استاذه نغم، يعني بعد ما عرفنا هيك تعريف بسيط عن اهميه وجود الحوار او ثقافه الحوار اليوم بين الاهالي والاطفال، خلينا نحكي اليوم اكيد لهي الثقافه في اثار كثير ايجابيه، وتحديدا اذا فينا عم نحكي عن شخصيه الطفل، شخصيه طبعا. هذا الطفل لما يكبر بالمستقبل ويصير يمكن عنده استقلاليه بكل شيء، بحواره، بحديثه، بكل شيء. خلينا نوضح اليوم قد ايه ممكن تاثر هي الثقافه على تكوين شخصيه ناضجه. تماما، الاهل، الاسره، هن الركيزه الاولى للطفل، من هون بيبدا، من هون بينطلق، فلازم تكون الخطوه الاولى اللي هو بيخطيها خطوه ثقه لحتى يقدر يتحكم بكل المواقف اللي هي بتواجهه. اثارها كثير لازم تكون ايجابيه على الطفل، نبدا فيها من هو وصغير، يعني بنشوف الطفل اول ما ببلش بيوعى بيبدا، يعني هذا الشيء الحوار بيساعد الطفل انه يزيد مفرداته، حصيلته اللغويه، حتى بتصير عنده مخارج الحروف صحيحه، لما ابدا حاور طفلي هو وصغير، ببلش بياخذ كلام بخزن لحتى يرجع يستخدمها بالوقت
بالوقت المناسب. وكثير حلو كمان انه خليها هي اسلوبه الدائم يعني، وحافظ على الهدوء، علمه انه دائما كون انا سيد الموقف باي شيء عم بيصير معه. يعني ما استخدم العصبيه، ما استخدم الكلام السيء له، كون هاديه بهي المواقف لحتى اقدر حاوره بطريقه صحيحه. لما نعتمد على قواعد واسس من بدايه التربيه، الطفل خلص بياخذها مثل ما حكيت بالبدايه اسلوب حياه له. بس مو دائما الحوارات تبوء بالنجاح وبتؤدي للنجاح بين الاباء وابنائهم. كثير من الاراء يعني صارت حول هذا الموضوع، انه نحن حاولنا نحكي، حاولنا نقعد على طاوله حوار، حاولنا نحكي بكل هدوء وسلاسل حتى مثلا نلاقي حل لهذا الموضوع، ولكن المحاولات كلها باءت بالفشل. شو اللي بيخلي الحوار هون بين الاباء وابنائهم يؤدي للفشل وكل مره ما بنوصل لنتيجه؟ كل حدا فينا كان بيتمنى لو انه نحن نصارح او نحاور اهالينا او نحكي لهم عن مواضيع مزعجه لنا. لا، الآباء والأمهات قبل كانوا دائما صاحبين سلطة، هن بيأمروا هن بينهوا بدون نقاش بدون اعتراض. هذا الشيء يلي نحن بدينا فيه وربينا عليه، وهذا الغلط يلي واجهناه. دائما نحافظ، يعني هلق نحن الآباء بهذا الجيل والأمهات عم بيدوروا على أساليب تربية جديدة تناسب أطفالهم، تراعي نفسياتهم. صاروا مدركين أكثر لنفسية الطفل، غير بالبداية طبعا مع احترامي الشديد لكل الأهالي لأهالينا، بس الجيل اليوم مختلف تماما عن جيل قبل. عم تفشل التربية عم يفشل الحوار لأنه ما عم بيكون في توازن. طالما الحوار فقد التوازن، تحول الحوار لجدل، الجدل بتعلى الأصوات، فبيصير الأب بده يثبت كلمته إنه أنا الموجود، كلمتي اللي بدها تمشي هون. يعني بداية من الأهل لما بيستخدموا الحوار بسلاسة مع الحفاظ على الاحترام، وإنه احترام الأب موجود، احترام الأم، الحوار ما بيعني قلة احترام، بالعكس. هذا الشيء اللي نحن لازم نعرفه. ما علي صوتي على ابني المشكلة، نحن مثلا بنتحاور على مشكلة، يمكن الصوت العالي قائمة هو السبب الرئيسي. تماما، وانه انا رأيي اللي بده يمشي، وانا الاب هون او الام، انا كل هي الامور. لا، هذا الموضوع غلط، لانه نحن اذا بدنا نستخدمه، انا اول حوار بجري مع ابني خلص يعتبر نهاية لكثير حوارات تانية بحياته. ما لاقى عطف، ما لاقى احتواء، فهذا الشيء بخليه يبتعد عن أهله حتى، وبيلجأ لأشخاص ثانيين. دائما بحكيها أنه أنا لما أحتوي ابني عامله بمحبة بالحوار وبغيره من الأشياء، أنا بحافظ، يعني ببني شخصية قوية فيها ثقة، عنده قدرات عالية بالتفكير. فالأفضل أنه نحن نكون هادين معلي، مثل ما بيقولوا إذا كبر ابنك خاويه. فكتير حلو أنه لما أنا يبلش يوعى معلي يكون أنا قريبة منه. تمام. اليوم يمكن كثير من الاشخاص بيقولوا لك انه هذا الموضوع ما له اهميه، انه الحوار بين الاطفال والاهل هذا الشيء مو مهم يكون موجود، ويمكن لهذا السبب بنشوف انه هي الثقافه ما موجوده كثير اليوم بسبب انشغال الاهالي، ان كان برا البيت او الظروف الصعبه، بتلاقي يمكن الاهالي ما عم يلاقوا وقت لحتى يحكوا مع اطفالهم، وبالتالي يمكن هون عم بيكون في نتائج كثير سلبيه على الطفل وعلى شخصيته. خلينا نوضح اليوم النتائج السلبيه في حال غياب ثقافه الحوار. طبعا هلق نحن دائما مبرر الاهل انه نحن عم نعاني من ضغوطات الشغل طويل، ما عم نقدر نوفق بين الشغل والتعامل مع الطفل. أنا هذا الكلام برفضه كتربوية، لأنه نحن مو المهم أنجبنا أطفال، المهم التربية، والتربية هي مانا فترة محددة وبتمرق. لا، حتى الطفل إذا بصير كبير وعنده أولاد بحاجة لنصيحة، بحاجة لتوجيه. فنحن ضروري نستخدم هذا الموضوع. لما بحاور ابني وبعطيه ولو ربع ساعة بنهار لحتى يعرف هو
شو الاخطاء، الاخطاء اللي عم بيواجهها، كيف هو بده يصحح هي الاخطاء، شيء كثير ضروري. والشيء الاهم كمان انه اعطيه اهتمام، يعني لما بيجي بده يحكيني، وخصوصا انه اذا كانت الام مشغوله او الاب، انه يلا خلص بعدين بحكيك، او بتسكته تمام. او مثلا ممكن تعيط عليه انه لا مو وقتك، خلص بعدين بعدين بنحكي. هذا الشيء غلط، يعني هذا عم بيأثر على نفسيته، غير انه هو ما حل مشكلته او الام ما تجاوبت معه، كمان هو عم بحس انه هو ما أنا موجود. دائما بنقول الطفل لما بيلجأ لنا نحكي، نتواصل معه بصريا، نحسسه انه هو، نحسسه باهميته انه هو موجود. الموضوع ممكن يكون مو مهم بالنسبه لنا او مو ذات اهميه، لكن هو مهم بالنسبه للطفل، فكتير ضروري نعطيه الوقت الكافي لحتى نقدر نحصل على نفسيه صحيه سليمه يواجه فيها المجتمع فيما بعد. طيب اول شيء يعني لازم نحن نكسب ثقه الطفل فينا، ممكن يعمل شيء خطا ما يتجرأ يحكي فيه او يصير حديث عن هذا الخطأ، فممكن يحبس جواته هذا الشيء، بالتالي بتؤدي لنتائج سلبيه كمان، وممكن يروح يوثق بالاشخاص الغلط ويحكي لهم. اكيد. كيف نحن بدنا بالبدايه نعزز هي الثقافه عند الطفل، انه شو ما صار معك تعال احكي، شو ما كان الموضوع كبير وقد ما كان الخطأ كمان كبير. طالما أنا بلشت مع ابني من هو وصغير عم بسمعه بطريقة صحيحة، عم كون هادية معه، عم بعطيه حلول سليمة، فالطفل أكيد ما رح يلجأ لغيري. لما بعصب وبين له أنه أنت أخطأت مثلا، أكيد لازم أنا صحح وأعطي موعظة للطفل، لكن بطريقة محببة لإله. يعني نحن كبار إذا مثلا عم نلجأ لحدا أكبر مننا، ما لقينا هذا الاهتمام، ما لقينا هذا الاحتواء، ما رح نرجع مرة ثانية، فما بالك طفل صغير ونحن المسؤولين عن تربيته. فالخطوة الأولى والأخيرة والدائمة اللي نحن لازم نستخدمها مع أطفالنا هن نحتويهم، نسمعهم ونحسسهم بوجودهم كأشخاص. دائما نعقد اجتماعات دورية بالبيت، ناخذ آراءهم بكثير من الأمور، نسمع حتى لو هن قدموا نصيحة للأهل، نسمعها دائما وناخذها بعين الاعتبار، وبعدين شوي شوي بصير الطفل بالفعل بيتصرف كل التصرفات، وهو عم يشعر انه هو حدا موجود ومو بعيد عن العيلة ابدا. تمام. وكلنا نعرف اليوم انه لكل طفل عنده اسلوبه بالكلام او بالحديث، عندك الطفل العصبي، الطفل العنيد، الطفل اللي ما بيحكي ابدا بضل هادئ. طيب انا عندي سلوكيات كثيره اليوم للاطفال وتصرفات، انا لازم راعي اليوم كل طفل كيف، شو اللغة اللي احكي معه فيها، ولا لا كلياتهم لازم اتبع معهم اسلوب معين من الحوار؟ لا اكيد كل طفل بيتميز. مثلا الطفل العصبي اكيد ما بيجي بحاوره وهو معصب. الطفل الخجول له طريقه خاصه بالتعامل. مثلا الطفل بنلاحظ الاطفال الخجوله خصوصا بالروضه مثلا او بالمدرسه مع اشخاص غرباء، فنحن شو بنساوي؟ بنحاول نتقرب من هدول الاطفال، نحاورهم بطريقه هاديه، نستخدم لغتهم بالتعامل او اسلوبهم بالتعامل. والمراهق كمان قد ايش صعب المراهق التعامل. طبعا المراهق هذا موضوع آخر، هذا بده حلقتين بالحوار مع المراهق، لأنه أساساً هو مو بس، يعني مو بس أنه هو بلش يعني بعمر صار كبير، صار حتى هو بيعتبر أنه رأيه هو الصح، أهله هن أعدائه، فهذا الموضوع كثير بدنا ناخده بعين الاعتبار. بده يكون دائماً قريبة منه، دائماً احكيه، أنصحه، اسمع مثل ما حكيت، اسمع أنه حتى هو لما بينصحني أنا أتقبل النصيحة كرمال حسسه أنه أنا وياه بنفس الاسلوب بالتعامل. يعني هلا كمان نحن عم نحكي عن الحوار مع الاطفال بفتره كمان حساسه، هلا فتره امتحانات، وممكن شي طفل ينقص علامه علامتين ثلاثه خلينا نقول، ويجي يحكي لاهله انه انا بيرحلي علامتين او ثلاثه.
هو حكى وعبر عن غلطه، هون الاهل شو ممكن يتصرفوا؟ يقولوا له معلش بتعوضه المره الجايه ولا لا لازم نعصب عليه عشان ما بقى يضيع ولا علامه؟ على فكره العصبيه بهي الحاله الطفل ما عاد بيعرف شو المضمون اللي هو عم يدرسه. طبعا ما بيعرف شو المضمون وبيدرس بدون ما يفهم، يعني بس مهم نحن درسنا الماده ومشينا. فانا لما بياخذ علامه مثلا ناقصه 3 علامات ما بتطلع 3 علامات ناقصين، مثلا جاب 17 من 20، لا انا بشكره عنده على الانجاز. طبعا بشكره على انجازه انه انت انجزت 17 علامه من اصل 20، وهدول الثلاث علامات بنرمم الضعف اللي عندنا لحتى نحصل على علامه تامه. ومو بالضروره انه نحن نسكر، لانه هو الانسان لازم يكون ناجح، يعني عندنا 6-7 مواد بالفصل الدراسي، مو بالضروره يكون كلهم بكلهم عم بيأبدع. صحيح. لا في نواحي بيكون مأبدع فيها، في نواحي ممكن أكيد تكون شوي يعني اكيد يعني. بالختام معلومات كثير مهمه، بدنا نشكرك كثير الاختصاصيه التربويه نغم تربيه، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك وشكرا على كل النصائح اللي قدمتيها، وعن جد بنتمنى من الاهل انهم يفتحوا طاوله الحوار ويعززوا ثقه اطفالهم. شكرا لك. هل كنت